التمويل وتحديد غايات الصرف والبحث في سبل تفعيل الاستجابة الإنسانية على نطاق أوسع، والعمل على استكمال الجهود المبذولة في هذا الإطار وتعزيز الجهود الدولية لإغاثة اللاجئين السوريين في الداخل والخارج. نحن بصدد أزمة أو بالأحرى كارثة حقيقية تعد الأسوأ في التاريخ الإنساني، حيث أن تداعياتها الإنسانية تتجاوز قدرات التعاطي من جانب الدول والمنظمات الإنسانية مجتمعة. ولا شك أن استمرارها على مدى قرابة 5 سنوات دون حل جذري يعتبر وصمة العار الأكثر حدة التي تلطخ الضمير الإنساني العالمي. يهدف هذا الاجتماع ببحث كيفية مواصلة الإسهامات من الاستجابة الإنسانية ووضع الآليات الجديدة والفعالة لدعم أشقائنا اللاجئين السوريين. ينبع حرص دولة الكويت على استضافة اجتماعات كبار المانحين لدعم الأوضاع الإنسانية في سوريا من إدراكها التام لوصول هذه الأزمة إلى مراحل ومستويات باتت تشكل في مجملها أسوأ كارثة إنسانية تسجل في تاريخنا المعاصر، وتمثل تداعياتها تهديداً مباشراً على الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين. تلك الأزمة التي تعبر عن جوانبها الدامية الإحصائيات المفزعة، وعلى ضوء تلك التحديات القائمة فإنني من هذا المنبر لا أود توجيه صادق الشكر والامتنان للجهود والتضحيات المضنية التي بذلتها وما زالت تقوم بها دول الجوار السوري منذ اندلاع الأزمة نيابة عن المجتمع الدولي. تلك الجهود الهامة التي تستلزم منا تقديم الدعم الكافي واللازم لإسناد حكومات تلك الدول على المضي قدماً في عملية احتواء أزمة اللاجئين السوريين. نحن نشهد الآن امتداداً للأزمة السورية لعامها الخامس للأسف الشديد، مع تعقيدات تعدد الجهات المتصارعة وجهات الصراع وأهدافه. لقد بلغ عدد اللاجئين المسجلين وغير المسجلين التقديري إلى ما يقارب 4 ملايين لاجئ في الدول المجاورة، وأكثر من ذلك من النازحين داخلياً. وفي كل يوم نشهد المزيد من صور المعاناة لهؤلاء اللاجئين ورسم خارطة طريق واضحة للاستجابة للأزمة وتلبية احتياجات المنكوبين، حيث إن الشمولية في أداء تلك المؤسسات سواء على الصعيد التوزيع الجغرافي فيما يتعلق بتقديم خدمات الإغاثة في كافة الدول والمناطق التي تشهد نزوحاً للاجئين السوريين، أو على صعيد التوزيع القطاعي لتوفير المواد الغذائية ومواد الإيواء ودعم المبادرات التعليمية والمبادرات الصحية وبناء المخيمات لتمثل ترجمة صادقة عن رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وموقفها الإيجابي تجاه تلك الأزمة. هذا الاجتماع المهم ينعقد في ظل ظروف إنسانية بالغة السوء يتعرض لها أشقاؤنا اللاجئون النازحون السوريون، مما يضع الدول والمؤسسات الخيرية أمام مسؤوليات تحتم عليها مضاعفة الجهود للتخفيف عن معاناتهم وبذل المزيد لتوفير احتياجاتهم الأساسية. يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.